غرفة الأخبار على الهواء مباشرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن الحديث عن فيروس كورونا ومواجهة فيروس كورونا والتصريحات الرسمية وما تستعد به الجزائر لمواجهة هذا الفيروس. اليوم تصريحات لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد في القناة الإذاعية الثالثة، ربما أورد بعض الحقائق الصادمة والتي تدعو وتدعو وتدعو وتستنفر الجزائريين إلى مزيد من الوقاية، لأنه على حسب ما قال الوزير ليس لدينا الكثير وليس لدينا ما يكفي لمواجهة هذا الفيروس، وبالتالي حتى لا تتفاقم الأوضاع، حتى لا تزيد الأرقام، حتى الآن في هذه اللحظة التي أحدثكم فيها على المباشر لا تزال نفس الحصيلة، لا توجد حصيلة جديدة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. طبعا مثل ما ذكرنا أمس 54 حالة مؤكدة وأربع وفيات. طبعا الوزير قال أن الجزائر فقط لديها 200 سرير إنعاش، وهو ربما الرقم الذي سيصدم الجزائريين وسوف يؤكد على أن هذه المنظومة الصحية لا تستطيع مواجهة الأعداد في حال ما إذا زادت وزادت وزادت في المستقبل. نحن نتمنى هذا، لكن أخذ الحيطة والحذر. طبعا الوزير تحدث بالنسبة للمواطنين ودعاهم إلى عدم مغادرة بيوتهم إلا للضرورة القصوى، وخاطب أيضا الحراك الشعبي مؤكدا أن الخروج في هذا الحراك في هذه الظروف يعتبر أمرا شديد الخطورة ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الحالات والمزيد من الإصابات، ونحن في وضع صحي كهذا، وبالتالي فالجميع يتفادى الخروج ويتفادى أي شكل من أشكال التجمعات في الشوارع. طبعا لمناقشة تصريحات الوزير ولمناقشة الإجراءات ولمناقشة أهم شيء ما الذي ينبغي على المواطن الجزائري أن يقوم به كإجراءات وقائية، أسعد بأن يكون معي هنا في الأستوديو البروفيسور عبد الوهاب بن جونيا، وهو مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. أهلا بك بروفيسور. طبعا أنت عندك تخصص الطب وعندك أيضا تخصص القانون، أنت أيضا خريج كلية الحقوق. طبعا الجوانب هذه فيها جوانب طبية وجوانب قانونية وجوانب وقائية. طبعا أنت منذ للمفارقة منذ عام 1979 وأنت رئيس مصلحة بالنيابة. سندري لماذا بالنيابة طول هذه المدة؟ أولا سنعود لهذه القضية فيما بعد، لكن بروفيسور الآن طبعا ربما نستمع إلى كلام الوزير بن بوزيد اليوم في القناة الإذاعية الثالثة، والذي أكد فيه الحقائق التي تواجه بها منظومة الصحة الجزائرية فيروس كورونا. لنستمع للوزير ثم نعود للنقاش. Nous avons pris des mesures, certaines mesures sont connues de tous, c'est-à-dire l'interdiction de tout regroupement, le confinement pour les sujets âgés, surtout ceux qui ont des affections chroniques, de rester chez eux, garder les enfants à la maison, éviter de s'approcher des gens, éviter le regroupement. Donc tout cela est annoncé dans les spots publicitaires, dans tous les communiqués du ministère, dans toutes les chaînes. Et cela, c'est ce qui est connu. On essaye d'avoir un discours apaisant, parce que je vous dis que le deuxième risque après le corona, c'est la panique. Donc même si on a un discours plus ou moins apaisant, nous avons pris des mesures. Ces mesures ont été demandées par M. le Président de la République. On a réuni l'ensemble des fabricants de bavettes. Et on a interdit toute exportation. Sachez que certains nous ont devancé, c'est-à-dire dès l'épidémie en Chine, on a commencé à exporter, on a commencé à faire des stocks dans le privé. Donc on a fait cesser toute opération de transfert vers l'étranger. Nous avons mis en marche tout, aider, assister tous les fabricants, et ça reprend très bien. On les a aidés pour ceux qui avaient les matières premières qui étaient bloquées au port, donc on leur a donné toute l'assistance pour qu'ils se mettent à fabriquer. Nous n'avions que 200 lits de réanimation, nous en avons plus de 400, et nous avons un nombre 5, 6 fois, 8 fois celui des lits de réanimation. طبعا هذا تصريحات وزير الصحة وسكان إصلاح المستشفيات. طبعا 200 سرير إنعاش ربما هي الحقيقة التي ينبغي أن نبني عليها، والحقيقة التي ينبغي أن ندق على أساسها نقص الخطر. بروفيسور بن جونيا، الوزير قال لا نريد مواجهة الكورونا بالصدمة، الصدمة تكون خطيرة، لكن حتى الآن لا يبدو أنه حتى الإجراءات الوقائية وحتى التحذيرات الوقائية قد وجدت من يسمعها. ورنا في أي وضعية الآن حاليا بروفيسور في مواجهة الكورونا في الجزائر؟ رنا في المرحلة الثانية.
ثانية لأن المرحلة الأولى كان منع دخول الفيروس، الفيروس دخل إذا أوتوماتيك مرنا في المرحلة الثانية. ولكن أن التصريح تاع السيد الوزير كان صادم، كيف 200 جزائر بلد قارة 40 مليون فيها 200 بدون الكورونا، ما نحسبوش الكورونا، هل لم يكن لديها الوسائل والإمكانيات بشتير أكثر؟ منذ 1986 عندما خلقوا المراكز الشفائية الجامعية أصبحت في معارضة النظام الصحي. لماذا؟ في 1981 كان عندنا نظام، كانت كل ولاية عندها مستشفى يمكن نقولوا يلبي حاجيات المواطنين تاع الولاية، لكن بعد ربع سنوات دون تقييم هذا النظام، هذه المنظومة الصحية، قال لك نخلقوا احنا لي سي اش. علاه تخلق لي سي اش؟ قال لك باسكو لي سي اش موجودين في فرنسا. واش يديروا؟ حكموا 10 ولايات، وهرم، سيدي بن عباس، وتلمسان في الغرب، سطيف، قسنطينة، باتنا، وعنابة في الشرق، وستة في الوسط، واحد في تيزي وزو، واحد في بليدة، وربعة في العاصمة. لكن يوريلك باللي ما كانش فيه نية حسنة، النية كانت سيئة من البداية. احنا المنظومة كيفاش انت تدير 10 ولايات تفضلهم على 38 ولاية؟ بأي حق؟ وبصح هذا البرنامج كان مسطر لأغراض سياسية لتدمير المنظومة الصحية. ولذلك أنا توصلت في 2004 إلى نشر أن أرتيكل قلت فايت بروغرامي دو سيستيم دو سونتي دو لاسيرونس مالادي، سيتادير إفلاس مبرمج للمنظومة الصحية وللتأمين الصحي. أصبحت العدو المبين للوزارة، العدو المبين. يعني الإنسان اللي يقول لك أنت تحسن، هل الجزائر بكل ما عندها ما كان في إمكانها أن تضع مستشفى محترم على رأس كل ولاية؟ لم يكن هذا، ولكن النوايا كانت سيئة وهذه هي النتيجة. ماذا يعني؟ أنا استمري الوزير كي قال لك عندنا 200. نعم، هذا هو سؤالي، ماذا يعني هذا رقم 200 سرير في مواجهة فيروس بقوة انتشار كورونا؟ ماذا يعني 200 سرير مقابل كورونا بروفيسور؟ هذا راي ما تنقص اللقاء، التصريح نتاع السيد الوزير راه كيما التصريح نتاع رئيس الوزراء البريطاني اللي قال لهم انتظروا لي ان تفقدوا احبائكم، تفقدوا احبائكم. هذا نفس الشيء. كيفاش تدرك هذا الفيروس؟ فيروس راه ينتشر بسرعه فائقه، بلك ربعة خط خمس خطرات أكثر من فيروس الانفلونزا الموسمي. أنت ما عندكش كيفاش تستقبله؟ لا ديتريس ريسبيراتوار، كيفاش دي كل واحد يحب؟ وزيد درك الوقت اللي رانا فيه الحجر العالمي، حتى لامبورتاسيون ما كانش، حتى هما المسؤولين نتاعنا الكبار اللي وصلونا لهذه النتيجة ما عندهم، ما يقدروش يخرجوا للخارج باش يداووا، باسكو راهي بدات تغلق الحدود ورانا مازلنا في البداية، رانا في البداية مازال ما. وبالتالي بروفيسور، ما المطلوب من المواطن ما دام انه الاعتماد على هذه المنظومة مثل ما تفضلت وحتى مثل ما قال الوزير يبقى غير كافي وغير كافي كثيرا، ما المطلوب اليوم بالنسبة للمواطن ما دام انه مازال عندنا شوية هامش تاع نحاربوه بالوقاية؟ المشكلة حتى الوقاية ما ناش فاهمينها، وكيفاش تدار كيفاش الوقاية؟ خرجوهم من المدارس على أساس أنهم يقعدون تلاميذ في ديارهم، ولا نلقاهم برا، ولا نلقاهم اليوم شفت أنا في الطرقات أطفال يلعبوا يعني التماس جسدي واضح وكأنه مش سمعين لا هم ولا أهليهم. بصح الردع مهم. الناس يقول لك علاه وضعت القوانين الجزائية، الردع ماشي باه يدخلوا الناس للحبس، الردع ممكن يجي باه يحافظ عليك ويحافظ عليا. لدرك تخرج فيها في ايطاليا ولا في المانيا ولا في حتى في فرنسا، ولا كنت تتحرك، كنت تبدل برك الطريق اللي صرحت بها، تجي خارج من دارك يعطوا لك تصريح وتروح تقضي صالحتك
وترجع الى حكموك في الطريق وبدلت الطريق على دروات ولا اغوش يقدروا يعطوك غرامه ماليه. المشكل قبل يومين فقط هنا في العاصمة تشوف العائلات بأكملها دور في الصابلات يلعبوا يأكلوا مع بعضهم يشربوا مع بعضهم ولا واحد سامع بالكورونا ولا واحد أصلا. لما يشوفوا واحد بكمامة أو بقفازات يبقى يخزروا فيه نظرة استغراب وكأنه هذا راهو زيد عليها وراهو يدير في الهلع وراهو لا شيء مذهل شيء مذهل. عفوا قبل ما نوصل لهنا كنت جست على وزارة الصحة. أنا خرجت من وزارة الصحة كنت تما كنت نعمل معهم من 2004 حتى جست نلقى نفس البوابة نتاع الوزارة بالباش هذاك يعني اللي راه عار على الجزائر عار على الجزائر. هذيك البوابة اللي مازال فيها الباش ما قدروش يديروا دخلة نتاع الوزارة محترمة ما قدروش هذه سنين. ولكن في كل شيء نفس الشيء في كل شيء. ويقول لك احنا رانا نديرو اصلاح المستويات على بالك اصلاح المستشفيات وقتاش بداوه 2002 في بدايه سنه 2002 كانت فيها وزاره الصحه والسكان بكري قال لك نود نرجعوها وزاره الصحه والسكان واصلاح المستشفيات. رانا درك شحال من 2002 لهنا 18 سنه الاصلاح راهو يبان الاصلاح لا راح جدد الدعور. نعم. ربما بروفيسور أيضا يشير للزملاء أنه تم اتخاذ قرارات لغلق مثل متنزه الصابلات يعني اليوم تماما ما فيش حركة. وأيضا المراكز التجارية المركز التجاري في باب الزوار تم غلقه تطالب بمزيد من الغلق لأنه هذا هو الحل ربما عمليا. شوف. حتى نخفوا من حركة المواطنين ومن هذه التجمعات. شوف خير ما فعلوا خير ما فعلوا لان باش المواطن يفهم بلي حياته راهي في خطر. وزيد بزياده والوزير راه يقول لك بلي ما عندناش حتى تدي وليدك للمستشفى ولا راه ما كانش لان كاين ناس اولى منك يدوا هذيك العدوى الاسير ما تقدرش دروك كل واحد يقعد في داره حسب لانه حسب مثلا ما هو اليوم في ايطاليا الصحف العالميه تكشفنا بحقائق مرعبة فعلا مرعبة. في إيطاليا حسب الصحف العالمية أنه فيه منع للأشخاص اللي فوق 80 سنة من الدخول إلى المستشفيات. يعني خلاص هذو روحوا تموتوا لا أمل فيكم. وبالتالي الأولوية لمن هم أدنى عمرا واللي هما يعني عندهم فرص البقاء أكبر. هذه إيطاليا فما بالك نحن بروفيسور. لحد الآن ما زال ما أخذناش الموضوع بالجدية اللازمة بالخوف اللازم. اليوم زمن الخوف لازم نخافه لازم درك تقولوا روح ادخل لدارك وقعد واسي يقول لك لا ما انت راك نتاع النظام ولا نتاع الاخر. انا النظام بيرسونيلمون شخصيا عندي 30 سنه ملي بديت الحراك 30 سنه ملي بديت وهاي النتائج نجم الكاميرا توريه لا الاخر قرار الرئيس الجمهوري في 2003 طبعا قرار طبعا هذا التقرير تضامن طبعا تواطؤ الموظفين ضد الصحة العمومية. وبالتالي اليوم ربما أنه اليوم الوزير تحدث عن الحراك الشعبي وقال لك يوم الجمعة يا جماعة من فضلكم هذا الحراك محترم السلطات لم تقم بما ضد هذا الحراك والرئيس يصفه بالحراك المبارك لكن يوم الجمعة المقبل هذا سيكون مشكل صحي عويص مشكل صحي عويص. ولمن يخاف الله ولمن يخاف على هذا الوطن ينبغي له أنه يدعو إلى عدم التجمع يوم الجمعة. خلي يفوت هذا الفيروس تفوت هذه المشكلة إن شاء الله والجميع كل واحد ربي يسهل عليه. واش تقول هؤلاء بروفيسور؟ شوف أنا على 4 سبتمبر استقبلت في منزلي لأني ما محروم من استقبال الصحافة في المكتب في مصطفى باشا استقبلتهم في منزلي وحرفيا قلت لهم الحراك هذا مبارك حراك مبارك ولا كان فيه ناس تحاسبوا وناس دخلوا في الحبس من العصابة نتمنى بلي يزيدوا يدخلوا ونتمنى بلي الكل ماشي غير وزير اول ولا وزير لكن الصحة صحة اسمح لي لا المدراء والتسيير وكامل راه بقى نفسه ما هذه اللي راه يدوخت الناس في يقول لك كيفاش تقيد له احنا يعني بخصوص الجانب الصحي اليوم بروفيسور نخليوها في الصحه ما المطلوب منهم صحيا اسمع شوف
قلت لك راني قلت له انا حراك مبارك وراه عندي 30 سنه وانا ندافع على حقوق المواطن وحقوق الجزائر، ما لكن اليوم راني ما نقول لهمش حبسوا الحراك، ما تحبسوش. انا نتمنى باللي الحراك ما يحبس حتى تصبح الجزائر احسن من امريكا، لكن في الوقت الراهن نديروا امبريك، يعني نحبسوا نديروا فاصل حتى حتى نستريح، نديروا استراحه نفكر فيها، وفي نفس الشت نقي انفسنا من هذا الخطر، لان هذا خطر داهم. درك وقتك في الحراك درك هذيك كون يجوا يكونوا ربعه ولا خمسه ممكن يدوا الناس فعلا. وهنا احنا درك وقتك الحراك ما يحبسش ديفينيتيفمون، انا نتمنى باللي يبقى. قلت لك خلينا نروح نشوف الان، لانه دائما نقولوا باللي في ايطاليا هناك السيناريو المرعب، في ايطاليا هناك الدرس الكبير الذي نحن في الجزائر ما زلنا نشوفوه كانه فقط مشاهد في التلفزيون، وممكن هذه المشاهد حتى انها تتكرر هنا في الجزائر للاسف. معنا من هناك على المباشر عبر سكايب سي المنور احمد، وهو اعلامي ومخرج مقيم في ايطاليا. اهلا بك سيدي. اهلا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمين المنور، المنور أحمين. أحمين أحمين المنور. نعم نعم صح، أحمين المنور. سي 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 أحمين، ربما كيفاش راكم الآن في إيطاليا؟ الحجر الصحي، كل إيطاليا مغلقة، 60 مليون مواطن تحت الحجر الصحي، كيف تسير الحياة هناك؟ والله يعني صراحة الحياة راهي عادية، حياة عادية، لأنه المواطنين والشعب الإيطالي برهن على وعي كبير واحترام كبير للمواطنة نتاعو، وقرر يعني احتراما لقوانين الحكومة يعني ونداءات الحكومة نحترم في القانون، ورانا في حجر صحي عادي، المواد الغذائية يعني موجودة والأدوية موجودة والأمور سارية عادي. طبيعة الحال كنقول عادي، عادي على حساب الظروف اللي رانا فيها، يعني العمل من البيت، اللي يقدر يعمل في البيت، اللي ما يعملش في البيت لازم يخرج ويتخذ كل الاحتياطات باش يروح للعمل، وما فيش تلاعب. يعني حتى يعني ممكن نعطيكم يعني إحصائية، يعني معلومة صغيرة، أنه لغاية اليوم كانت 20,000 مخالفة قانونيين، يعني اللي يخرج بدون تبرير بدون مبرر عند كاين مخالفة، يعني إلى غاية السجن يعني. نعم سي أحمين، ربما السؤال المطروح اليوم، إيطاليا علاش حتى وصلت إلى هذا الحجر الصحي الوطني يعني العام؟ هل ربما الإيطاليين في البداية ما أخذوش الأمر بجدية المطلوبة، ما أخذوش الأمر بما يتطلبه فعلا من ضمانات صحية وإجراءات صحية مثل ما هو حاصل حاليا في الجزائر؟ كانت قادرة إيطاليا مثلا تتجنب هذه الحالة؟ صحيح صحيح صحيح، عندك الحق 100%. في بداية الأمر يعني لما كان بدأت القضية في جنوب ميلانو، يعني على حوالي 30 كيلومتر جنوب مدينة ميلانو، هي منطقة لودي، ولاية لودي، والمنطقة هي كودونيو، من هذاك بدأ البؤرة يعني الأولى. فالناس كانت مستهزئة مقللة من الأمر، ولا وهذا مش ميخصناش وهذا مش مشكل. حتى يعني بعض كانت في بعض الروبورتاجات تلفزيونيه شباب كانوا بيقولوا يعني يقولوا احنا ما يهمناش لانه احنا شباب ما ياخذناش هذا المرض، لكن المشكل انه هذا المرض ما يتلاحش ليك، يعني ما يوصلش ليك كشاب، لانك يعني عندك القدره المناعه باش تواجه هذا الوباء وهذا الفيروس، لكن انك تكون سبب لتاخذ والديك ولا فعلا العائله نتاعك، ولما يكون شخص مسن. وهذا اللي خلى دخل في استنفار كبير النظام الصحي الإيطالي والأوروبي عامة. نعم نعم. اليوم ربما وش تنصح الجزائريين؟ أنت عشت التجربة هناك، شفت البداية كيفاش بدأت، وش تنصح الجزائريين؟ لأنه والله العظيم لو كانت تمشي في الجزائر اليوم وكأنه الكثير من الجزائريين، الفئة تقريبا الغالبة، مش سامعة بهذا الفيروس، لا تضع كمامة ولا تضع قفاز يخزروا فيك شغل خزرة المستغرب، وش تقول لهم؟ اولا لازم نفهموا ثاني لماذا الجزائريين عندهم هذا الـ هذا الـ هذا الـ رده الفعل هذه والتقليل من هذا الامر، لانه كان في ازمه ثقه، هذا مهم كبير ولازم نقوله. بس لكن ما يمنعش اننا اذكياء ورانا نلاحظ والحمد لله، يعني التلفزيون يعني الساتليت وشبكات التواصل الاجتماعي راهي توصلنا كل الاخبار وكل الامور. هذا ما يمنعش انه الوعي الشخصي لاي واحد فينا، وانا انصح يعني بكل صراحه ولا افتي، انصح
احنا في البدايه كان شويه استهزاء ولا تقليل من هذا المشكل، من بعد راه فتنا يعني من 20 من 5 حالات في 24 فيفري الى 21 ألف حاله اليوم، منها 1500 ضحيه في ظرف شهر، ما في ظرف 3 اسابيع. وإيطاليا رانا نتكلم على إيطاليا والنظام الصحي الإيطالي، نظام الصحي الإيطالي. لو تتصور مثلا لو لا قدر الله لا نتمنى هذا ومشينا في نفس السيناريو، تتصور هل سنصمد هكذا؟ هل سنستطيع أن نوفر ربما أساسيات حياتنا اليومية؟ هل سنستطيع أن نتعايش مع هذا الحجر وهذا الغلق وهذا الجو الطارئ العام؟ والله يعني شوف، كان عاملين واحد مهمين لازم يحد يقولهم ولازم نكونوا يعني بصراحة ونتكلموا بكل موضوعية. هذه كل التراكمات هذه وسوء التسيير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وصلتنا لهذه النتيجة. هذه أولا. لكن دائما نقولوا باللي الشعب الجزائري برهن عدة مرات أنه قادر على التحدي ويفهم الوضع وقادر على التحديات. فإن شاء الله نتمنى من كل قلبي يعني لكل الجزائريين نقول لهم يعني احنا رانا لهنا منذ 3 أسابيع احنا نشتغل من البيت ونخرج إلا لشراء الأمور ونرجع بهدوء ونظام واحترام. نعم، يعني تتبع الإجراءات مهم ومهم جدا. أبقى معنا سي المنور أحمين، نعود الآن إلى البروفيسور بنغونيا. بروفيسور بنغونيا، نحن الآن ماذا تطلب من السلطات حاليا؟ هل حان الآن فعليا نفكر في الحجر، في فرض الحجر الآن؟ هذا رأيي الشخصي ولا يلزمني إلا أنا. ماذا تقول؟ أنا أفكر. أعطينا التعليلات، يقول لك ما الأمور اللي تخلينا نروح لهذا القرار؟ أولا، هل السلطات الحالية بإمكانها توفير أساسيات المواطنين، أساسيات الحياة؟ هل تستطيع؟ هل احنا يمكن نترك الأماكن مفتوحة مثلا لسوبيرات وغيرها ولكن ونقدروا ننظموها؟ لأنك الإنسان كذب بيدير يقعد هما على متر بينه وبين اللي قدامه، احنا ما كانش. انا شفت بالامس برك رحت للسوبيرات نلقى يعني كارثه. لكن طبيا لازم الان الحجر حتى نميزوا بين الحالات، على الاقل نعرفوا الحالات المصابه والحالات الغير المصابه، ما تبقاش الحالات تتخلط. ماشي واحد فيه حامل الفيروس يبقى ينقلها على مدى بعيد والحاله الخريطه البؤره زيت تتوسع. بروفيسور، انا بالنسبه لي خير البر عاجله. انا بما أنا راني رايح نوصل لهذاك الدرجه الثالثه حتميا نصفها وما فيهاش يعني نبدأها من درك ونقلل من انتشار فيروس. نعم، هذا التقليل نتاعو مهم ومهم جدا. راح نشوفوا الآليات ربما بالتفصيل وما الذي ينبغي أن يفعله كل مواطن بالتفصيل وما هي الإجراءات التي ينبغي أن تكون في الفترة المقبلة. طبعا البروفيسور بنغونيا سي أحمين بقوا معنا، مشاهدينا أيضا بقوا معنا حتى نواصل النقاش حول هذه المواضيع بعد فصل قصير. عدنا مشاهدينا الكرام مجددا، غرفة الأخبار مستمرة معكم على الهواء مباشرة. طبعا الحديث عن الكورونا وعن إجراءات الكورونا والوقاية من هذا الوباء، ما يتخذ حاليا من إجراءات وما الذي ينبغي أن نتخذه كإجراءات وقائية. طبعا اليوم تصريحات وزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات تصب في طريق واحد فقط، هو الوقاية والوقاية والوقاية. أيها الجزائريون، قبل أن يفوت زمن الوقاية ينبغي أن نغتنم هذه الفرصة، أن نقلل من الخروج، أن نقلل من التجمعات، أن نقلل من مختلف الاحتكاكات قدر الإمكان. قدر الإمكان الإنسان يبقى في منزله حتى ما نديروش ضغط كثير على منظومتنا الصحية. للوزير، وزير الصحة نفسه اليوم اعترف وقال حقائق ربما تعتبر صادمة وأيضا تعتبر دق لنقوص الخطر حتى نتخذ الإجراءات قبل فوات الأوان. طبعا أعيد الترحيب بالبروفيسور عبد الوهاب بنغونيا المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، مرحبا بك مجددا بروفيسور. وأيضا نعيد الترحيب من إيطاليا الأستاذ المنور أحمين وهو الإعلامي والمخرج المقيم في إيطاليا، أهلا بك مجددا سيد أحمين.
اهلا بكم. اهلا. ربما البروفيسور بنغونيا يريد التعقيب على بعض ما قلته قبل الفاصل في الجزء الاول. سي احمين، اولا نشكر سي احمين على هذا التدخل القيم، لكن راهو تكلمنا من قلب الحجر الصحي. نعم. لا وجه للمقارنه بين الجزائر وايطاليا. اولا من ناحيه الريانيماسيون، ايطاليا في اوروبا من بين المراجع في علم الريانيماسيون، ستادير في علم الانعاش وعلم لا ديتريس ريسبيراتوار، اي بوف لا كونتينير. وزيد زاد لهم الصين 1000 جهاز. يعني ما احنا درك هذيك المشكل، اننا نخاف جدا من عدم تلبيه طلبات الشعب، خاصه اثناء المراحل القادمه، لاننا في البدايه وانا رايحين لمشاكل كبيره، مشاكل لا تحصى ولا تعد. وانا الذي اعيبه على وزاره الصحه انني يوم ثلاثة مع علاقات المتوتره معهم، لكنني يوم 3 مارس قمت باجراء محاضرة في المجاهد للصحفيين، عنوانتها من الكورونا فيروس الجديد في الصين إلى اليقظة الصحية بالجزائر. كان هذا اليوم اللي وصلوا فيه الجماعة من يوهان. هذاك النفس في نفس اليوم احنا كنا نتكلموا مع الصحافة وكاميرا على كيفاش يديروا، والناس ما على بالهمش وين رايحين. جابوهم ما عرفوش، ما كانوش قرروا وين يديرهم، لا يديرهم في القطار ولا يديرهم في المرسى، ومن بعد راحوا دارهم في المرسى. الوغ الناس اللي تاخذ احتياطاتها روسيا، وما ادراك ما روسيا وعلاقتها بالصين. لكن رغم العلاقه الوطيده بيناتهم قررت باللي غلط. نعم. نلاحظ سي أحمين، ربما الآن نحن نقترب من نهاية البرنامج. ما المطلوب؟ ما الذي تنصح به الجزائريين؟ ربما فيه عدد كبير من الجزائريين الآن تشاهدنا، وأنت من هناك من إيطاليا، التجربة الإيطالية، الحجر الصحي الشامل في البلاد، ما الذي تنصح به الجزائريين في حالتنا الجزائرية؟ يعني قبل، نتمنى هذا، قبل أن يتفشى المرض، قبل أن تسوء الأمور أكثر، ما المطلوب من الجزائريين من صميم تجربتكم هناك في إيطاليا؟ هو يعني نبدأ كلامي اللي قاله البروفيسور ونشكره على ذلك. هو بطبيعة الحال ما كانش مجال للمقارنة بين إيطاليا والجزائر. أنا نتكلم يعني من قلب الحجر الصحي، مش غير في إيطاليا، في ميلانو. يعني ميلانو اللي بدأ منها كل شيء. رك في ميلانو تاع إيطاليا، في إقليم لومباردية، هذا عندهم 700 سرير في كل المستشفيات، يعني كل المدن إقليم لومباردية عنده 700 سرير للإنعاش، يعني للإنعاش، يعني في الأمور هذه تاع حالة الوباء هذا تاع العناية المركزة، فكلها مملوءة. والآن راهم يفكروا باش يفتحوا، يعني راهم ينتظروا السماح لهم باش يفتحوا جزء من قصر المعارض القديم اللي بقى جزء منه في المدينة، في المدينة، والجزء الآخر أو في المدينة الجديدة، فباش يرجع مستشفى ميداني وبكل القوة اللي عندهم، ومهما كان جاتهم يعني 1000 آلة تنفس من الصين. فمن الجزائريين مطلوب منهم حاجة سهلة، يعني حاجة عادية، هو احترام مع التعليمات، احترام أنه ويشوفوا، يعني لازم يتعلموا ويشوفوا الأمور وش راح صار في 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 إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، وفي ألمانيا، وش صار في الصين، لكي يتعلموا الحيطة وكيفاش يديروا، يعني من غسل اليدين إلى المسافة بين الأشخاص، إلى عدم التجمع، الى ذهاب في حاله يعني واحد يكون عنده درجه حراره يعني 37 فاصل حاجه، يحجر نفسه بنفسه، يبتعد على العائله نتاعو، يقرر انه كيتصل مع السلطات والامور هذه. هذه يعني طريقه العمل في ايطاليا. نعم. الان بروفيسور بنغونيا، يعني نصائحك الان بالنسبه للمواطنين وبالنسبه للسلطات، ما الذي تطلب من الجميع؟ نحن الان
في بداية انتشار، نتمنى إن شاء الله الأمر ما ينتشرش كثير، لكن ما المطلوب من الجميع حاليا؟ هل حان الآن لفرض الحجر الصحي؟ فرضه فرضا يعني بالقوى العمومية حاليا؟ شوف، وإذا تحدثنا عن هذا فكيف نتعامل مع العمال والموظفين و و و راني قلت لك باللي هاد الناس يروحوا يجيبوا ناس من يوهان وما على بالهمش وين راح يدوهم، في نفس ليلتها كانوا صرحوا باللي راح يدوهم للقطار وغدوه من ذاك داوهم للمرسى. كيفاش تتكل على انسان كيما هذا؟ احنا درك النصيحه اللي نقدموها هي الوقايه ثم الوقايه. الانسان كل واحد يحافظ على نفسه، درك احنا ما يتكلوش بزاف على المنظومه الصحيه. انا هذه اللي نقولها، ما تتكلوش باللي راه عندنا منظومه صحيه، راه ما عندنا والو. وانطلاقا من هذا كل واحد كل مواطن يحاذر على نفسه قد ما يقدر. ما كانش هذه تقول انا راح يدوني الاستعجالات، روح درك الاستعجال لو 3 لو نيميرو تليفون 30 هذاك انا جربته عده مرات والله ما يرفدوه. وماشي غير انا، كاين ناس اللي كلموني قالوا لهذا النيميرو راه ما فيه والو، وما كان نروحوا للمستشفيات ما يستقبلوناش، قالوا كي نشوفوه يدخلوا كي يقولوا كورونا يهربوا منا. وبالتالي ينبغي على المواطن أن يأخذ الاحتياطات، الوقاية. أهم أمور الوقاية اليوم، خصوصا بالنسبة للفئات ربما الهشة نوعا ما، كبار السن، هل ينبغي لنا أن ندير لهم هما ثاني وضع خاص في المنازل؟ هناك حجر منزلي عام وهناك حجر خاص للفئة الهشة. مع مشكل السكن في الجزائر. معليش. الآن طوارئ، الله غالب، كل واحد يشوف كيفاش، كل واحد يتأقلم على حسابه. النصائح اللي راهي قصرت فيها تلك الوزارة انه الوباء درك الصين دي انا ديكلاري ب 31 ديسمبر، قال لك 31 ديسمبر، وهي كانت قبل كان عندها الاخر مي كان انتشر تحتمت عليها بهذا الديكلار 31 ديسمبر. درك رانا في شهر، انا درك رانا في الشهر الثالث، يعني هي راهي في الحبوط، احنا رانا في الصعود، احنا درك راه في الانتشار، راه في الانتشار. وهذه الزياده هذه 54 حاله ريبريزونت ريان دو تو باسكو سي اون اوغمونطاسيون اكسبونونسييل، يعني ارتفاع متزايد. ما تقدرش تقول لي بلي يعني مثل ما قال الاطباء البارح، هذه الاصابه تاع اللي قبل 14 يوم. بيان سور هذا الانسان اللي راه مليون دياغنوستيكي مانتونو 10 ولا 14 يوم من قبل راه كان حامل الفيروس، وراه كان نشره. الا راه عندك 450 ضربها في 10 ولا في 20 ولا تلقى له الحساب. وبالتالي الوقايه راه عندك بيصير الوقايه. لكن انا اللي تغيضك التردد، احنا كي جات الحاله الاولى من روما ونهار اللي صرحها السيد الوزير يوم قال لك جاتنا لو 17، على انت يا من 17 ما تاخذش. ربما الان في هذا الهام الذي يظهر اسفل شاشتنا الامر يتعلق بالكورونا بل بمحاكمات الفساد، وكيل الجمهوريه لدى محكمه سيدي محمد يلتمس عقوبه 10 سنوات سجنا ضد عبد الغني هامل المدير العام السابق للامن الوطني. اؤكد مشاهدينا الكرام في هذا الهام أسفل شاشتنا طبعا 10 سنوات حبسا التمسها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل. أتفضل بروفيسور، كمل لنا شوية الإجراءات، ما الذي ينبغي؟ إجراءات الصحة والوقاية والنظافة، النظافة الذاتية. شوف احنا لي فيل نتاعو الجزائر يعني المدن أصبحت دي شارج بيبليك، يعني حاشاكم تعذروني على الكلمة، مازال في العاصمة نفسها. طبعا الآن النفايات نعم، اسمح لي فقط، ربما وقع خلط في الهام كما قرأته. وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد يلتمس عقوبة 20 سنة ضد عبد الغني هامل، وأيضا 10 سنوات لعبد الغني زعلان طبعا الوزير السابق. طبعا أعيد التذكير بهذا الهام الظاهر أسفل شاشتنا، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد يلتمس عقوبة 20 سنة ضد عبد الغني هامل، وأيضا 10 سنوات سجنا ضد عبد الغني زعلان. 20 سنة سجنا التمسها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد ضد عبد الغني هامل، و10 سنوات ضد
عبد الغني زعلان طبعا في هذه آخر الأخبار كما وردتنا. بروفيسور، النظافة النظافة النظافة، ماذا تقول المواطن؟ كاين الأشياء اللي يقدر يديرها المواطن وحده، يعني الناس تنظف أحياها وأرواحها بغض النظر عن الكورونا. خارج الكورونا راهي مشاكل مشاكل لا تحصى ولا تعد من جانب النظافة. احنا عندنا النظافة اليوم، الكورونا يخلص، الكورونا يخلص يخلص، ما فيهاش يعني سي سكون ابل ليفولوسيون ناتورال دي شوز، ستادير لا ريبونس بيولوجيك، تطلع ومن بعد تولي اون كور ممكن تكون اطول ان بو البدايه اللي طلعت فيها، مي تحبط تحبط يعني تخلص. هو الانسان يبعد على روحه هذه المرحله فيها شهر شهرين ثلاثه ربعه ما نعرفش، ما نقدرش نقول لك يعني بالتحديد، وانما تخلص تخلص. لذلك هذه التجمعات وهذه الناس كي تقعد في ديارها، الناس لازم تقعد في ديارها، ما عندهاش الحل. طبعا نعيد التذكير ايضا ان التماس 20 سنة سجنا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وزوجة هامل التماس 10 سنوات مع مصادرة كل الأملاك. طبعا هامل أميار هذا ابن عبد الغني هامل، التماس 20 سنة سجنا، وأيضا هامل شفيق 15 سنة مع حبس مع مصادرة كل الأملاك، وهامل مراد التماس 15 سنة مع مصادرة كل الأملاك، هامل شاهيناز التماس 15 سجنا ومصادرة الأملاك العقارية والحسابات. طبعا هذه الالتماسات كما تريدنا في هذه اللحظات من محكمة سيدي محمد بخصوص المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، والالتماسات التي تقدم بها وكيل الجمهورية في ذات المحكمة، التماس 20 سنة ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، زوجة هامل التماس 10 سنوات سجن مع مصادرة كل أملاكها، وهامل أميار التماس 20 سنة سجنا، هامل شفيق التماس 15 سجنا مع مصادرة الأملاك، وهامل مراد التماس 15 سجنا مع حبس مع مصادرة الأملاك، وهامل شاهيناز التماس 15 سجنا ومصادرة الأملاك العقارية والحسابات. طبعا هذه الالتماسات في انتظار الأحكام النهائية في هذه القضية في دورها الابتدائي. طبعا أشكرك جزيل الشكر البروفيسور عبد الوهاب بن جونيا المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى مصطفى باشا على هذه الإفادات، ونتمنى إن شاء الله سنستضيفك في حصص أخرى، لأن الوقاية والتذكير والتذكير والتذكير. كما نشكر أيضا سي المنور أحمين الإعلامي والمخرج المقيم في إيطاليا، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا، نتمنى وإن شاء الله لكم السلامة هناك في إيطاليا، وإن شاء الله السلامة هنا في الجزائر. هي وقت صعب، نتمنى إن شاء الله نفوتوه بحول الله بالوقاية وبهذه النصائح والإرشادات، إن شاء الله تفوت هذه الفترة الصعبة، لكن يتطلب حس مدني وحس مواطني كبير وكبير جدا. التزموا المنازل، لا تخرجوا إلا للضرورات القصوى، يعني عدم التجمع في الأماكن التي تضم عدد من الأشخاص، عدم الاحتكاك بخارج المنزل قدر الإمكان. هكذا إن شاء الله سوف تكون نتائج ربما في الاتجاه الذي نريده، هو أن يتوقف انتشار هذا الفيروس في بلادنا بحول الله. أشكركم مشاهدينا، ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.